تعلن جبهة التوافق العراقية انسحابها من حكومة نوري المالكي، وسوف يتقدم نائب رئيس الوزراء ووزراء الجبهة الخمسة باستقالاتهم هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر آب أغسطس من عام 2007. تحدث عني الآن السيد طارق الهاشمي. أن الحكومة لا زالت مستمرة في مكابرتها، مصرة على موقفها، غالقة الأبواب أمام أي إصلاحات ذات مخزن باتت ضرورية لإنقاذ العراق.